بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكرك نوخ الموضوع إذ موضوع يتم من المنطقة أمسي وربثي خمسة سقان خلال المناطق الخضراء يجي تفتقد غاس المنطقة يجوا تنعادة من ذي المنطقة مغنس روال يجوا غاشا يبدا نواتي فنشا ما يغادر الوقت الطلبة مثلا يتعجب اسمه تبريك باراني غادي يسجل الامتحانات دقاي مشان يجي مشان خضراء غاس الكراسة الناس كذا بينا نتناشد يودا المسؤولين ديال المجلس البلدي سروان الجمعيات باش السيور في الموضوع ونيتا اتناقش باش غير شي بعدا ما يغبنا غادي تبدل غادي تودا شويه الوقت غادي السوفوق تاعو مثلا عندي الويكاند كذا غانغ مثلا صحاب المجلس البلدي يودا وجميع خاص الغنينية كان مثلا كان صن واتي والسمير خدمن شي قال غادي تبين الاعمال اللي تقنينا ناشحيط باش نشينا داك الدقنشا داك قدمن يجن خدمة المواطنين طغاتني يجن برنامج مثلا دي مش تسقين برنامج انتخابي نسل وقعنوا في والو ذي الرئاسة هو دا أسود دي واتف وقعنوا في والو مين تقن دي ليش واغدي بين قعشن حاجة دي الميطاقة ينغسر وان دي الإطارة ولي بالنسبة غان مثلا ميطاقة القشلة غان غيش الميطاق يجن مشان يصبح دي النية باش تعدران سقنا الكراسة الناس سقن شوين قازون باش بنا مغي الصفوغ يطاوا مثل النية نوفا تغيج الوقت قانا شاد دي تعدران ومن بعد في الأخير نوفا غض الخاص النظر وخاص دوير القاعه وخاص دوير سوزون يدور يجن خربان طان دايس بان لي دور بالنسبه لنا طان دينا فرض زير مارشي وكذا غا مثلا يغان سروان ترى الغاس نفايات المصانع يغان سروان اللي جن يرسي الصباح المنطقه يا يخص يعذر يخص غاس والتارين دقان مش اسقان نفايات المصانع جا خطيره جدا دايس مواد كيماويه تهدد مثلا يسرمان تغادي يسرمان خو قاناش قوا دايس والو تغادي يقوب عندي جضاد تغوات جين الخو طرح تنقارض مزي ومشاني ما انا هي يديني ونتمنى زي المسؤولين باش دار انتيني الموضوع وانيتا غان غير يرفشي مع رفيق خضراء اغاس نتا حدا يسنتا اياحن الصفوق طاون احمزا يودان الصفوق طاون صن هدا يسنتا اياحن والسلام عليكم شكارك نيوس وطاس في الموضوع وانيتا يتهم المنطقة والمواضيع النظر يتخضام بامر قيا وانيتا باش بنادم ديار ثاني في المنطقه مسغا غير الشين يجن تنديد الصباح تنقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ كما كنشوفوا مدينه سلوان اللي هي ثوره يعني جميع المستويات الماديه وكتفتقر العديد من المؤسسات مثل الحدائق والمنتزهات والخضراء. اش يمكن لك تقول في هذا الصدد؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم نتقدم بالشكر الكريم لطاقم لادور سيتي الذي يولي اهتماما كبيرا لمنطقتنا خاصة سلوان. فيما يخص موضوع المناطق الخضراء منذ القديم يعني كانت هناك ساحة أو إن لم نقول كان هناك رواق كبير من المساحة الخضراء التي كان يستفيد منها الساكنة وعلى الخصوص شباب المنطقة. الإصلاح الذي تم كان عكسيا في الحقيقة لأننا لم نستفيد من هذه المنطقة الخضراء بل بالعكس نحن في أمس الحاجة الآن إلى مساحات خضراء أو منتزهات على الأقل لأن أبناءنا محاصرون داخل البيوت ولا يجدون ملجأ آخر لكي يستفيدوا من هذه المنتزهات. وأملنا ومن هذا الانطلاق من هذا المنبر أملنا أن تستجيب السلطات المحلية لهذا النداء الذي سننتظر منه خلق مساحات خضراء بإشراك الجمعيات المدنية. هذه الجمعيات التي ربما حتى هي لها دور أساسي في هذا المجال وأملنا الكبير في طاقمكم. نعم بالنسبة للسؤال الثاني يعني واش كتشوفوا أن المناطق الخضراء غادي تساهم في محاربة العديد من الظواهر في مدينة سلوان؟ عفوا السؤال بالنسبه للمناطق الخضراء واش انها كتشوفوا انها غادي تساهم في محاربه العديد من الظواهر في مدينه سلوان؟ طبيعه الحال المناطق الخضراء هي مجال للافراج عن المكبوتات التي يعاني منها الانسان. نعم. وبالتالي ممكن وبدرجه عليا في اننا يعني تفرج
كربة السكينة، وبالتالي ستساهم في أولا بعد القضاء على التلوث الذي نعاني منه جراء هذه المصانع المجاورة، وكل ما يتعلق بالبيئة فهو في صالح هذه الساكنة وفي صالح الوطن، وطن العزيز. وكذلك نشكر مرة أخرى. نعم، كسؤال أخير يعني باش من باش نختمو، بالنسبة لما كنا ندروا على الحدائق والمناطق الخضراء كنا ندروا على المكاتب العمومية. المكاتب العمومية سلوان يعني كتعاني بشكل كبير من الكتابات، يعني شنو يمكن لك تقول بالنسبة للمكتبات العمومية؟ بالنسبة للمكتبات العمومية أنا أظن أنها منعدمة، يعني ما المكتبات التي الكتبية أو المكتبات الخاصة بالمواطن التي جاء لا مواطن، عندما تحدث مكتبة عامة يعني أي مواطن أي شاب أي طالب يقدر يمشي يطلب. عندما المكاتب أقول أنها منعدمة عندنا، نفس الشيء بالنسبة للمناطق الخضراء، وهذا أملنا دائما كبير في أن تخلق هذه المجالات للترويح عن النفس ولتعميم الفائدة على السكينة، وهذا ليس مستحيلا إنما وشكرا. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم حسين، مرحبا بك معنا في القصه فوق فهد الحي وهذا الريبورتاج. اليوم كنتنقلوا لمدينه سلوان باش نعالجوا واحد الموضوع اللي هو تاع المساحات الخضراء وانعدامها بهذه المدينه الصغيره. اش يمكن لك تقول لنا السي حسين في هذا الموضوع؟ كتفاصيل الان احد يعني من الساكنه ديال سلوان بحكم التواجد ديالي هنا لمده سنوات، لأن هذا مسألة بديهية من أجل الأطفال ديالو ومن أجل الصحة ديالو ومن أجل الرونق ديال المدينة. ألور أنا صراحة للأسف زعما الشديد أنا نتمناو زعما ويا ريت المجلس البلدي ديال مدينة سلوان يفكر في هذه النقطة المهمة اللي تراها الإخوان، وهي يجب بكل طريقة يعني أي طريقة بأي طريقة يجب خلق مساحة خضراء من أجل الجمالية ديال المدينة ومن أجل السكان ديال المدينة يلقوا واحد المتنفس فين يخرجوا ولادهم العائلات ديالهم، لأن دابا اللي الساكن ديال سلوان بغى يروح على النفس ديالو راه خصو يهز السيارة ديالو وربما خصو يغادر سلوان بواحد 10 كيلومتر أو أكثر. هذا الشيء ماشي مفهوم، لأن مثلا في الجامع اقترحوا على المسؤولين في أي منطقة في سلوان كيتواجد فيها مساحة قابلة باش تحول إلى يعني حديقة شبه عمومية بعض الكراسي ويعينوا لها شي واحد يسهر على الحماية ديالها والجمالية ديالها، وهذا غادي يكونوا شاكرين بزاف للمجلس البلدي او الجهات المسؤوله. سي حسين شكرا، نتمنوا ان شاء الله نستضيفك في روبورتاج اخر. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على النبي الكريم. ساكنه سلوان تفتقد وتفتقد كثيرا لبعض المنتزهات والمساحات الخضراء، حيث انه حتى الاطفال والعائلات وارباب العائلات لا يجدون مرسى عام في تسليه اوقاتهم. فهذا والجماعة الحضرية بسلوان أن يقوموا بتفاسة لهذا المجال، وحتى الناس يعني حتى المجتمع المدني في مدينة سلوان يعني كي عنده نقص كثير بزاف في هذا المجال. هذا خصنا نلتفتوا كأفراد وجماعات باش يكون إن شاء الله هذا المرتاع فين يعني الأطفال ديالنا يبقوا فين يلعبوا. والسلام عليكم.